أعزائي المشاهدين، يسعد أوقاتكم. حلقة جديدة من برنامجكم التراثي الفلسطيني حروف وطن. اليوم احنا في محافظة رام الله وفي احدى بلدات محافظة رام الله، بلدة عين عريق او عين عريق. راح نتعرف احنا وياكم على هذه البلدة الجميلة والتي تمتاز بشغلات جميلة جدا، رايحين تتعرفوا عليها أثناء الحلقة. حبيبة وهشام، نزلة حلوة، جمال الطبيعة الفلسطينية، خلونا نشت على البلد، شتوا معنا يلا. يا الكريم اللي بضيفو هلا، طيب القهوة بالد لولي، طيب القهوة بالد لولي. يا ضيف دخلنا على بلدة عين عليك ومباشرة على المجلس الكروي، ومعنا رئيس المجلس الكروي. منرحب فيك في برنامج حروف وطن. حياك الله. عرفنا عن نفسك أول شيء. أشرف شلو أبو مهدي، رئيس مجلس كروي عين عريق. من بلدة عين عريق. من بلدة عين عريق. طبعا احنا بنسأل السؤال لأنه في بعض المجالس بتكون تعيين أو انتقالية حتى يصير انتخابات. سيد أشرف يعطيك العافية، الأسئلة الاعتيادية اللي بنسألها احنا مشان المشاهدين يتعرفوا على بلدة عين عليك. السؤال الأول، عين عليك، هل هي عين عليك ولا عين عليك ولا أصل التسمية؟ هي مسمها عين عريق، عين عريق. هسه التسمية يعني في القديم في رواية، والأرجح بتقول إن كان قائد كان عاني برد اسم عريق، فنسبة إليه سميت عين عريق. وفي تسمية ثانية إنه لما أجوا الأجداد قبل مئات السنين وقعدوا على الجبل وإشي، هان كان نبعة المي طبعا موجودة، بتعرف الوحوش حرش يعني، الوحوش تطلع أصوات معاركة مع بعضها وإشي، فسموها للاسم هذا. يعني روايتين، والأغلب هو قائد كان عاني يرد اسم عريق فسميت إليه عين عريق. عدد سكان بلدة عين عليك؟ عدد سكان بلدة عين عليك 2200 نسمة حاليا. مغتربين في كثير. خارج فلسطين. خارج فلسطين، في الأردن، في أمريكا، في يعني. أسماء العائلات، العشائر، الحمايل. عين عريق، عين عريق بلد مسلمة ومسيحية منذ النشأة، يعني من مئات السنين بيتعايشوا فيها المسلمين والمسيحيين. وبعد النكبة عام 48 برضه صار أجوا إخواننا اللاجئين وصار في مخيم في عين عريق. وسبحان الله العظيم حتى التكسيمة بالسكان، ممكن المخيم ثلث السكان، ومن عدة بلاد من الكرة، يعني في من جمزة، في من عنابة، في من البرية، في من البرج، في يعني عائلات بلدان اللي هي تهاجروا عام 48 بسكنوا في عين عريق. بتوقع 10 يعني عدد اللي أجوا 10 من 10 بلاد اللي هم بسكنوا في المخيم. هسه بخصوص عين عريق، هي ثلاث عائلات مسلمة، اللي هي عائلة الشلو، عائلة القرابصة، عائلة الزيتة، ثلاث عائلات مسلمة، وعائلتين مسيحيات اللي هي عائلة شاهين وعائلة مبيض. بس عائلة شاهين طبعا كبيرة فيها أكثر من فندات، وإحنا وإخواننا المسيحية يعني مشكلين وطن مصغر، وفي بيننا وبينهم عادات وتقاليد وكل يعني مودة واحترام. مساحتها بالدنومات كم عين عليك؟ عين عليك 6000 دنوم تقريبا. 6000 دنوم. نعم. جيرانها من الكرة؟ من الشرق بلدة بتونيا، ومن الغرب قرية دير بزيع، ومن الشمال قرية عنكينيا، ومن الجنوب قرية بيت عور الفوق. قديمت من عن رام الله؟ عن رام الله 5.5 كيلو عن رام الله. للغرب يعني؟ نعم، احنا غرب رام الله صحيح. 5.5 كيلو عن مركز المدينة. عن مركز المدينة. طيب بدي اسألك، يعني عليك بلدة زراعية؟ بلدة زراعية طبعا. بلدة زراعية عليك. نعم. طبعا خلافنا مع رئيس المجلس الكروي في رسالته دائما وابدا في نهاية الحلقة. أبو هشام، قدامك حارات وشوارع بلدة عين عليك، خلي الناس يتعرفوا على هالجزء الجميل من فلسطين الأجمل.
في بلدة عين عليك طبعا يعني القهاوي مثل الكرة كثير وبلدات كثير اللي لسه شغالة بتسلوا وبيجوا بقعدوا هالمتقاعدين هاللي ملهم الشغلة ملهم الشغلة. عرفنا عن حالك. سمير داود مسلم شهين أبو داود. حياك الله يا أبو داود. حياك الله. قديش عمر البرج من الآخر؟ 68. 8 العمر شلياته. الله يسعدك حبيبي. هذه القهوة إلك؟ نعم. يعني أنت فتحتها ولا وراثي بقت قديمة؟ لا لا أنا أخذتها واشتغلت فيها. اشتغلت فيها. طبعا بتقدم المشروبات العادية قهوة وشاي. قهوة وشاي مشروبات ساخنة. ساخنة. نعم. يعني شايفين إحنا ما شاء الله بيجوا اللحى الغانمة بقعدوا هنا يعني القهاوي بعدها شغالة عندكم في عين عليك. عنا موجودة طول عمرها في قهاوي في البلد. قديش لك انت فيها؟ إلي من الألفين يعني 22 سنة. 22 سنة؟ نعم. بكى فيش قهاوي قبل يعني؟ في قهاوي في مواقع ثانية كانت. مواقع ثانية؟ كان في قهوتين ثلاث قبل في الزمن عزماني يعني. حاليا تقلصت شوي صفة القهوة هذه. صفة القهوة هذه. نعم. طيب بدي أسألك أنت من عين عليك. نعم. عين عليك يعني عين معناها في مية. نعم. في عندكم لغاية الآن عيون مية؟ في موجودات. إلهن أسامي هذول العيون ولا؟ في عين الجامع. العين التحتة. في عين فوق اسمها عين الشيخ حسين. في أول البلد عين ام الاخرك شغالات هذولا شغالات. نعم. هذول بعبوا منهن. ايوه البعبوا تقريبا هي هذه الرئيسيه والتحتانيه. انت درست هنا في عين عليك بكى فيها مدرسه ولا بكى؟ لا بكى فيها مدرسه. زمان من قبل 67 المدرسه. من 67 انا طلعت اتعلم مع رم الله. خلصت هان طبعا سادس وطلعت رم الله. قلت لي القهوي بعدها شغالي. شغالي منيحه يعني. نعم. نعم. وبتقدم شاي وزهورات. نعم. وكل شيء. وهيهم بيجوا بيلعبوا شدة. أيوة. أبو داود. نعم. كل الاحترام أبو داود. نعم. هذه الهدية لك من شركة البريق قيمتك كبيرة. مشكور حبيبي. مشكورين أنتو والشركة. في عيني عليك. نعم. قرابتك اللي أخذتها بنت خالي معظم مدلك بيه. نعم. دار بالهم عليك يعني ولا ما فيش مهر؟ يزم ولا مهر ولا شيء. زبطت معك أحسن من هير. ما فيش نسب. مبسوط يعني؟ هاي نعم. قوية بعد. لا والله أنا القوي. هسه بتحضر البرنامج بتقول لك طول بالك ابو داود مالك؟ لا يا عم احنا عظم ورميتنا اخذتني لحم ورميتنا. لا والله على راسي ما برميها. ايوه هيك امان الله. انا وياها قصه كفاح في الحياه. فيها قصص هذه. قصه كفاح. والله يا عمي كافحنا احنا وياها والحمد لله رب العالمين اعطانا فوق ما بنستاهل. طيب كلها قصة حب عشنا يعني طفولة قرابتنا. قرابة زواج تقليدي. أما قصة حب حب مخفي هذاك. باقي يتزلوك هناك يعني نكاوت عينك يعني. أي نعم. نكاوت لا, لا 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 أنا لك بدنا ناخذ لك بنت. أنا اللي نكيتها. أنت اللي نكيتها. أنا اللي نكيتها. وعن هالتلي ما في حل. أبدا. وطول ما أنت يا أم داود على الحصيلة لا طويلة ولا قصيرة. ولا قصيرة. أي نعم. أبو داود. نعم. الله يقويك. الله تضل بالصحة والعافية. طبعا إحنا كلياتنا أهل. إحنا ما عندنا فرق نهائيا كليا. هذا هو شعبنا الفلسطيني يعني يتفرج العالم اللي بده يتفرج على التعايد يتفرج على كل شيء جميل بس في فلسطين. نعم. أبو داود. نعم. مشان تقول أم داود جلاب غنايم طول عمره أبو داود. الله يبارك فيك. أشكرك عبيبي. وما زالت مسيرة الكفاح مستمر لي. أشكرك عبيبي. مشكورين في جهودكم جميعا. كافحت أنتوا إياها في الحياة يعني. ما زلنا بنكافح. ما زلنا بنكافح. نعم. يعني بعدك بتكافح. معلوم بكافح بعد أبو أبو داود. أبو هشام من كفاح أبو داود روح تنشوف بلكي في واحد بجاهد. يلا يا هلا بعمي وابن عمي يا هلا بخالي وابن خالي يا عين ابويا ويا عين امي خيمة المعروف يا عيالي في
في بلدة عين عليك وفيها البيت الفلسطيني الغانم اللي منتشرف فيه، ومن جنب شجرة الميلاد منرحب في الأستاذ. عرفنا عن حالك يا ختيار. أنا الأستاذ موسى باسيل شكري العبودي. أبو إيش المرات؟ أبو باسيل. أبو باسيل العمر من الآخر بدهاش فصيلها. العمر 75 سنة. ما شلتش علينا ولا شيء. لا يعني 75 ما وفينش، بس فيها إحنا في 75. ختيارة موجودة ولا قوية ختيارة؟ أمي مش ختيارة، زوجتك. زوجتي موجودة نعم، هيها في المطبخ. أيوة. أبو باسيل. نعم. أنت مدرس يعني؟ أنا كنت معلم والآن متقاعد. طيب لو بدنا نحكي عن التدريس في عين عليك، أي سنة بلش التدريس في عين عليك حسب معلوماتك؟ حسب معلوماتي أبوي توفى عن 100 سنة، وكان يخلص حاله باللغة الإنجليزية ويقرأ ويكتب، ومعظم أهل البلد اللي بده يبيع أرض إشي يكتب حجة، بك حياة أبوي يكتب لهم الحجج البيع والمشترى وهيك يعني، ويشهد فيها. أول مدرسة، أول مدرسة صارت في عين عريك. لو كتاتيب كانت، لو في 1800 الكتاتيب. في 1800. أول مدرسة صارت، أول مدرسة صارت عندنا يعني تقدر تقول عزمان الأردن، وعزمان الأردن صار فيه. درست فيها أنت يعني؟ مدارس وكالة بكات، ومدارس للاتين، ومدرسة للروم. مدرسة لطائفة الروم، ومدرسة للاتين، ومدرسة الوكالة. أنا درست فيهم نعم. تأسسنا في مدرسة اللاتين الروم، بعدين سكروها الروم، صارت مدرسة اللاتين، مشينا في مدرسة اللاتين تعلمنا، وبعدين لما بعد الصف الرابع نروح على الوكالة. أيوة. تتذكر المدرسين اللي كانوا من نفس عين عليك ولا بكون يجيكم؟ لا من برا كانوا يجونا. تتذكرهم؟ طبعا بتذكر يعني من رام الله بك علمنا في دير اللاتين الأستاذ يعقوب طوطح الله يرحمه. ودع راح قصد. وبعدين عندنا صار يجينا في أستاذ للوكالة عندنا اسمه مصطفى، وكان ساكن في البلد كمان أستاذ مصطفى، والثاني الله يرحمه. بعدين اجي الأستاذ روبين، الأستاذ روبين من لاجئ وسكن عندنا في البلد وبنى دار هو أبوه، والثاني الأستاذ روبين الله يرحمه. شايف؟ وفي عنا معلم إنجليزي ابن عم إلي الأستاذ خليل العبودي، معلم إنجليزي هلا في أمريكا يعني، مع هالهجرة سافر أمريكا وعلى وشك الثاني يعني، عمره كبير. اختيار. أي سنة دخلوا البنات بلشوا ندوسن في عين عليك حسب علمك؟ إحنا من البداية، من اول ما صارت الولد والبنت مع بعض نكره من البدايه. احنا مشان اللي بيتابعونا من الدول العربيه من العالم يعرفوا انه التدريس عندنا، احنا الشعب الفلسطيني بنحب العلم والتدريس، والتدريس عندنا من زمان. التدريس قديم في عين عليك. انت كنت تدرس هنا ولا لا؟ انا تعينت في 69 في بلد اسمها كفر نعمه. حلو. وانا كفر نعمه بالنسبه لي بلدي الثانيه. علمت في كفر نعمة من 69 للـ74. ثم نقلني موجه اللغة الإنجليزية إلى البير الجديدة الجنب الـ في البير الجديدة. علمت في البير الجديدة 12 سنة. طيب لو بدي أسألك أبو باسيل. نعم. من هالطلاب اللي علمتهم مين هيك ذاكرهم أنت أو صاروا هسا في مراكز أو أخذوا يعني؟ من طلابي شايف في كفر نعمة مصطفى الياس وأخوه، يعني هذول دار الياس هم أخوهم. يعني أنا بحكي إنه حاليا من طلابك مسكوا مراكز أو صاروا شخصيات اعتبارية يعني، لكن أنت يعني منهم؟ والله انا هالكيد من كفر نعمه لا اذكر. في البير اولاد عبد الجواد صالح، شايف عبد الجواد صالح. طيب ابو باسيل خلينا في عين عليك في العادات والتقاليد، احنا ما فيش فرق عنا الحمد لله في فلسطين. انا زي ما قلنا احنا في فلسطين عنا غير يعني الحمد لله، ما عندنا فرق لا بين مسلم ولا مسيحي، بندخل الدار ما بنسأل
ما بنسأل. شعب واحد، هم واحد، مصير واحد، ما عندنا هذه النظرة كليا. العادات والتقاليد، احنا في عين عريك يا صديقي، عين عريك بلد قديمة كنعانية نسبة الى القائد الكنعاني حشاي الأركي. حلو. ولكثرة ينابيع الماء في البلد اتحرف حشاي الى عين، صارت عين عريك. عين عريك، وهذه البلد قديمة. اما نحن سكان الحاليين يعني يعود تاريخنا الى 500 سنة تقريبا. حلو. على زمن الأردن كانوا، وإحنا دولة واحدة الأردن وفلسطين الضفة الغربية، كانوا يجون البدو في نهاية الربيع وبداية الصيف على الضفة الغربية. فجدنا إحنا في هذه البلد في عين عريك جد المسيحية. جد المسيحية كلهم ولا جد المسيحية كلهم؟ جد المسيحية في عين عريك أصلا من بيت الخازن من لبنان. هذا فرح سكن في الكرك. في الكرك هلا لمدينات في الكرك، يعني اولاد عمنا اولاد عمنا لمدينات لمدين اولاد عمنا. وجه التحيه طبعا للكرك ومتابعينا في الكرك من دار القضاء ومن كل متابعين برنامج حروف وطن في الكرك. الكرك الهي كل الاحترام. اذا دار مدينات بالكرك اولاد عمكم، وفي الفحيص برضه اولاد عمنا في الفحيص. يعني أنا طلعت بالصدفة على عمان. بالصدفة طلع، أنا كنت قاعد في الكرسي الثاني في الباص، في الكرسي الرابع في الباص، كان قاعد شاب من عمري وقتها، هذا حكي في الثمانينات. لما نزلنا على الاستراحة هيك بقول لي يا زلم أنت من حد ما طلعت في الباص دمي صار يغلي عليك. من وين؟ قلت له من رام الله عين عريك. عبطني ضار يبوس في عين عريك. من وين يعني؟ من الفحيص. من الفحيص. أمجاد العرنكي في الفحيص. ابن عم شايف. ويعني عين عريك من حد ما سمع عين عريك قلت طب أنت من وين؟ من الفحيص. من الفحيص. نعم. فجذورنا إحنا في بلاد الشام. في بلاد الشام يعني قريبة كلياتها مع بعض، متصلين مع بعضنا البعض. يعني كانت الجزيرة العربية الشام. ليش الشام؟ لأن شمال شمال صارت فلسطين، سوريا، لبنان والأردن، هذول كلهم بلاد الشام وكلنا متصلين مع بعض. يعني النمر الخازن من لبنان يجي على الكرك، ما فيش في حواجز وطرق ممنوع ومش واصلة كلها. طيب العادات والتقاليد في عين عريك القديمة هل تختلف بين الأهالي؟ هل هناك عادات مميزة جميلة جدا يمتاز فيها أهل عين عريك كمسلمين ونصارى؟ هل إحنا جدنا فرح يجي بهالغنمات تبعاتك وعاد عينها الماي عند الجانية؟ يعني جدكم أجا هو غنماته، هو غنمات بدوي. هلا بكت البلاد مكسمة على زمان تركيا إلى يعني ناظر على كل منطقة، ناظر والي شايف. اجي أبو غوش على منطقة الجانية، راح جدنا البدوي جابها ذبيحة وذبحها وطبخها وأطعمه الضيف. أبو غوش من وين أنت؟ قال أنا هيني قاعد في هالمغارة هين. أبو غوش ما عجبش، قال شو رأيك يا فرح إن أعطيك هالخربة وإن بك بمارك أنا من القدس عليا فبميل عندك برتاح. قال شو رأيك خلف عليك بتعطينا هالخربة؟ أعطاه بلدنا. أعطاه عين عريك. عين عريك. عين عريك. هلا جدنا هو قاعد في البلد، قاعد بغنمات عين المي نازل مورد. الله البدوي جاي من شرق الأردن مع هالغنمات ومن بلد خنزيرة جنب الكرك. التك مع فرح ماكن رعيان غنم مع بعض، التك وين يا زلمة انت؟ مش بسط غنم. قال لا اقعد عندي. اقعد عندي. هلا فرح جدنا جد المسيحية. وشلوا اللي قاعدة عنده جد المسلمين. فمن هذاك التاريخ حتى اليوم الأخوة بتكاتلوا. صحيح. بس أنا لم أذكر إن حصلت في عين عريك طوشة حملوا هالشباري وداروا طاردوا وراء بعض الناس، ولا مرة حصلت. فيش مسيحي مسلم إحنا هان، فيش مسيحي ومسلم. إحنا أهل أسرة واحدة. العرس عنا كل الناس بتشترك في العرس. حلو. بتساوي العرس، الغداء، السهرة، الزفة،
يعني أنا السنة قبل 4-5 أشهر جوزت ابن ثاني العنكود آخر واحد. هاي الشيخ كيف يا شيخ بكى العروس؟ ما شاء الله ما شاء الله. زفنا وانبسطوا وكل البلد محاضرة وموجودة، يعني ما فيش مشكلة عنا، كلنا عيلة واحدة. بعدين شيخ إخواننا اللي هاجروا في 48 في ظل اثنين من اللي هاجروا الكبار، خضر والسوافير أظني العمر الكبير، ولا كلاتهم ولدوا في عين عريك. بقول لك احنا من عين عريك بس اصلنا من بلد كذا، من جمزو من كذا، يعني في عنا من 11 بلد هان في المخيم، في عنا من 11 بس احنا بنستحي نكون مخيم صرنا خلاص. خلاص اهل بلد كلنا، صحيح كلنا اهل بلد، بلد واحده، يعني ما فيش عنا مشكله ولا فرق لا بين مسيحي ولا مسلم ولا ابن بلد مش ابن بلد، كلنا بلد واحده. العادات والتقاليد كلياتها متشابهه، كلها العادات والتقاليد. بموت واحد عند المسيحيه بيجوا المسلمين وبحضروا الدفن وباخذوا بالخاطر وبعزوا، نفس اللي شيء بصير عندهم بروحوا يعني هلا صاروا بقعدوا في الجامع، احنا بقعدوا في قاعه الكنيسه نازل المسيحيه والناس بيجوا بجاملوا بعض، بنروح بنعزي هانهم بنعزي هان وبنعزي هان نفس الشيء. انت لما تجوزت قد ايه بقى عمرك ابو بسيط؟ أنا كان عمري لما تجوزت 30 سنة. إيه ليه متأخرين عليك؟ والله عادة. لا أنت هيك بكى. لا هو الظروف تبعتنا كانت هيك شايف. أنا أول شيء بدي على الجامعة أخلص جامعتي، أنا تعينت معلم على التوجيه. بعدين رحت على جامعة بيروت العربية جبت بكالوريوس جغرافيا. حلو. فتأخرت شايف لما آخر سنة خلصت الباكالاختيار عايش أبوي، ولا أبوي كوي عايش وكوي الله يرحمه، قال لك اقعد بدي أجوزك، قال لي يابا بعدين معك بدي أجوزك، وكلنا له طيب طور روحك. بعدين شابوي عيلة كبيرة عنده، أخوي فهمي الكبير أنا رقم اثنين، أخوي فهمي الكبير كان يدرس في جامعة بيروت الأمريكية، الجامعة الأمريكية في لبنان، يعني مع 67 طلع خلص سنتين برزيت طلع على الجامعة الأمريكية وبرا ما قدرش يرجع ممنوع. فأنا الكبير بدي أساعد الاختيار تبعنا هالأسرة الكبيرة ربي وعلم المعلمين في البلد، بكوش نادو أبوي أبو فهمي، بكو نادو أبو العلم، أبو العلم أبو العلم الأساتذة بكو نادو أبو العلم، لأن إحنا كلنا الولد والبنت خمس ست ذكور وخمس إناث جاب وعلمنا، وكان مزارع نشيط كان يزرع ويكلع يا زلمة، هالكيت الواحد بنسم بدنه هذه النوادر اللي نزلتوا عليها هاي. واحنا اولاد صغار شوام الزرع بكت تكبه فوق، بكيت انط انا من فوق من تحت السنوبرات على شوام الزرع، شوام الزرع ثلاث اشهر الصيف بكناش نعرفها، بكناش نفورس، احنا نفورس من المدرسه بس نشتغل مع الاختياريه مع اهلنا ناكل الزرع ندرس الزرع، ما كانش في تراكتورات تدرسين على لوح الدراس وعلى البغلف. وبعدين ايش نخلص الدراس عشروم العنب والتين نلقط التين نسطح مساطيح ذبيل نساوي قطين، هاي بدك وين راح القطين؟ وين راح اسال وين راح القطين؟ وين راح القطين والزيت البلد؟ ايش بسم زيت البلد الحمد لله موجود القطين مسطح القطين والعنب بقيت أرش العنب تبعنا 13 تنشة مي عنب، أرش العنب هاي ظلت هدالي الباب الدور هايها بنرشهاش مشان لقت وركاتها بنرشهاش بيكون هالكد القطف ومن ما بنرضاش نرشها مشان لقت ورك نلف مع المحسي. أبو بسيط بدي أرجع أنا ليوم جيزتك، يعني الختيار اللي كان لك بدي أتجوزك نعم نكاوت عينك ولا هو كان لك بدي أخذ لك بنت فلان؟ والله شوف أقول لك أنا نكاوت عيني، أنا كنت في عندي نكاوت عين بس الاختيار كان بدي أخذ لك بنت، بلاش تسمعنا بدي أخذ لك بنت ابن خالي أبوها لكن حاط عينه أبو بسيط لكن ما زبطتش، قالوا الختيار اللوت جاي شايف كلي بدي اخذ لك بنت ابن خالي موسى ويا الكيت عنا حماي وانا اسمي موسى وهو اسمه موسى بدي اخذ لك بنت ابن خالي يا ابو موسى وبنت ابن خالي يعني عارفين سماها عارفين شو هو قلت له يا ابو زي ما بدك خلص
زي ما بدك بتمون، زي ما بدك بتمون، بدي أبعطها طلب لي إياها. عملوا لك عرس. نعم عملوا لنا عرس وزفة وصهرة وشخدته ودبح ولا ما فيش فايدة. هذا العراس فيها النحر شغال وماكو يعللوا. هذا الحكي قبل وين أنا اتجوزت يا حبيبي؟ سنة 77. 77؟ نعم 77. لحقت الموضة جديدة يعني في العراس؟ التراث الفلسطيني. لا انا الزفه هاي انا بكت على النوادر هاي محل ما صفيت السياره وهي انا بكت شيء غير شكل الزفه والصهره والغناني والصهره بك في الساعه. في شباب برضه بك، في شباب في الشقاعات بك، في شقاعات ولا بطيخ بك، في شباب وتزف وتدبش الدبشه والصمده والصمده باب هالدار هاي. الصمده وين باب انت والعروس؟ انا والعروس صمدوكم هنا في صمدوك صمدون في دار ابوي ولا صمدها وعدس ولبس يا موسى لبس ولبس يا موسى ولبسنا و... ولبسنا ولبسنا بلاش تسمع شيخ صب قهوة صب يا شيخ تسمع. صب يا سيد انت صب يا موسى صب بلاش تسمع. اذا العادات والتقاليد في بلدة عين هذيك، هذه البلدة الجميلة وتراثها الجميل. يعني سمعته ابو باسيل بقول لك ايام ما بكى الزرع وايام ما بكى القطين وايام ما بكى العنب زلمة شيء بسم البدن والله العظيم شيء بسم البدن. انت روحت هذيك اليوم على ريحه اسحب كلها جبال بتشتهي تشوف واحد حارث ارض وزرع زرع مشت قمح. اليوم الصبح انبسطت على منطقه شوي صغير ابو باسيل بس روحنا لقيتها محطه للغيلات ما بضل شيء. ما كلوا لي اليوم بزرعنا شيء ابو ولا بتلعن يا ابو دار كلوا لي ليش لابس الحطه والكم يا عمي انا راسي اصلع لما بحط ايدي على راسي كل صبح كانك يقدر يفلع كانك قلوب ثلج. ليش ما البس الطاقيه؟ قلت لهم لا بلبس الزي وطني انا هذا زي البلبسه. الله حيك بقى حدا يقدر يفلع زمان اسمع الحكي حدا يقدر يقدر ختيار يطلع بدون حط هاي 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 سيدي لما صرت احلك لحيتي حط ابوي هو يحلك لحيتك قبل ما يموت سيدي بقول له لك بعدين شماك ولد انت بتحلك لحيتك ما انت اختيار صرت لازم لازم يرخيها لازم يربيها كيفك هذا احنا بنقول ابو باسيل بعد كم سنه العمر لكم يعني يروحوا هالكم ختيار اللي ضلين جيل اليوم لا بتعين زراعه يا ابو ولا مش بتعين زراعه بس ولا بنات اليوم بس بتاعتي. بس بدنا احنا نعلمهم يعني انا اول امبارح جمعه وهي مطر وانا قاعد في الدار اول امبارح شدت هيد قلت انا سارح سحبت حالي ورحت اطلع هالزيتون حلمت ان المستوطنين قاصين لي زي ما بعثت التلفزيون والله جراي رحت افكدهن جراي. طب انا في بلدنا اذا ما فيش 30 40 واحد حوالي لهم ارض وهذا الجماعه هذول لهم ارض جماعه جيراننا. طب انا قبل 7 أشهر وانا قاعد بظبط حول هالزيتونه هيك ومنهمك بشتغل الله اللي بكل شلوم رفعت راس الله هم اثنين يهود قلت له شلوم شو بتساوي؟ قلت له شايفني شو بساوي؟ شو بساوي؟ هيني ارضي وزيتون تبغى ارتب حواليها بنكوش حواليها شو لكم؟ قلت له اي فات قلت له عين عليك انا بقول له هاي ارض دير بزيع هذه مساحه خليط غيث مساحه خليط غيث ارض دير بزيع شايف؟ قلت له شريناها ارض دير بزيع بس احنا شريناها شو؟ بحر هيك بحر شايف قال ابو حالهم وراحوا اثنين هاي اللي بنرجع بنقول ابو باسيل اثنين بكون بنرجع بنقول ابو باسيل انه يعني اليوم اذا كلا في عندنا زيتون بتقول له فلتنا بلا زيتون هاي روح اشتري الزيتون جاهز هي صغير كلياته موجود معلب وكلياته مش بتاعات لا طوابين كيف الطوابين زمان هاي 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 لما تسوي لك رغيف الخبز ها وركيك وهالنار يطلع ماخذه منا محمرته عندك هالشاي وكروس يا ابو بس اخ يا اخوي اخ زيت الزيتون ونصيح الصبح ولا المسخن تسوي لك المسخن تحمد لك جوز صيصه يعني بساوت مسخن قبل فتره صغيره للمره نعط على الفرن فرن الغاز يعني اذا ما كنتش في نكهه دخلت الطابون ما في شيء في شيء في شيء يا اخوي اليوم يشوا الزغاليل في الطابون يعملوا بالطابون اخ يا حبيبي
حبيبي يا اخوي اخ والله يا زمان الاول والله والله الوعد بنسم بدنا. احنا وطننا فلسطين تشتهر بالزراعه. لا في عندنا بترول ولا معادن ولا مصانع. في الزراعه هي العنصر الاساسي في اقتصادنا. انلاك جبالنا ملانا نتش، بطلت محروثه ومزروعه قمح. بقى عندنا خوابي، عبي خابيتين ثنتين من خوابي كمح، خابي شعير للبغي البعيد منك، خابي عدس وشوية كرسن نسويهن للغنمات. عنا الدابة كل شي في الدار، كل شي في الدار. تحلب امي هالحليب تحلب نسوي جبن، جبن نسوي جبنة نسوي يا عزيز. طول من هالخابي على هالجالوشة تفتح تجلوش تفتح هالروزنة شريطة هيك سكر الخابي منها ابواب شريطة من نازل يطيح هالكمحات تجيب تغربل هالكمحات ناخذهن نطحنهن نطحنهن حير بكت حير نعمل البرغل والبرغل والمجدرة كل إشي والله والله. طبخات زمانة اللي بتشف على نفسك على بالك أبو طبخات زمان كل شيء يا زلمة كل شيء. وين زمان وين اليوم؟ إحنا اليوم اللي بيجين على بالك في أنا قاعد ماخذها بكل نفسي في شردوش اللي لحقوا التراديش. لا أنا ما لحقتش التراديش بكو في ناس يسووها يعني هي سووها كشهوة يسووها كل نفسي بطبخات زمان مجدرة البرغل كلك بكي نعملها مع برغل عدس مع برغل طبخات زمان صينية الرز وحليب هذه من غنماتك تكبها الحليبات والبحتية ورز وحليب هذه الهيطلية أي حلويات زمان شبك بده شاكين يبيعوا حمض حلو معهم ملبس ياخذ بيضتين او ياخذ له شغله يروح يجيب هو بك في شيء في الدكاكين يا زلمه ادخل دكانه في البلد عندنا بكفيها بخمس دنانير واذا بدك تشتري حامض حلو او ملبس او بدك تشتري لك بيضتين تشتري لك علبة سردي شو بك بدك تشتري ابو بسيل نعم هذه الهديه من شركه البليك إلك مشان بسيل تقول طول عمره جلاب الغنائم يا بي بارك الله في جميع عمي ليش غلبوا حالك ما الحاجة بينفع شيء لا والله عشان إذا بيجي الأولاد من الأرز دحبور لاص العبد في الشتوية بحبوه أبو بسيل كل الحب وكل الاحترام إلك وقم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا يا ريت ولمن علمني حرفا كنت له عبدا وإحنا الفلسطينية طول عمرنا بنحب التعليم والله يرحم ايام ما بقينا نشوف الاستاذ في الشارع نهرب يا بوي تخاف من الاستاذ اصلا ما تخاف من ابوك يا بوي انا قدمت بحكيها لجيل اليوم انا بتحكيها وانا بكلهم للطلاب بعد مدرسه الوكاله فوق بكبوا طايحين ولكن بعد ما فيش بعرف حلوا المدرسه غير اطلع على البوابه اشوف الاولاد فيش غير اطلع على البوابه اشوف الاولاد يا عمي غير الحياه بس كلبة. اليوم غير شكل عشان هيك برنامج حروف وطن نذكر جيل اليوم وبنات اليوم ونسوان اليوم وشباب اليوم في تاريخ في تراثهم تراث بياتهم كيف بقوا عايشين كيف المرأة بكت عوني لجوزة وتصبر وتتحمل وتجرش وتضحك وتزبل طوابين وتنزل على الزرع وتحصد مع جوزها وكيف بقوا الشباب ما في زي اليوم لا عندهم أتاري ولا عندهم إشي شو بكت تسليتهم على البيادر شو بقوا يتسلوا شو بقوا يقعدوا بكت أمي تملي على راسها المي من العين من نازل من عند الجامعة تطلع لهان تنقل على راسها المي أول شيء ساوى البير اليوم المي في الدور لما بنى ساوى البير مشان يريحها من التملاه بعدين في واحدة كانت عندنا حالتها هيك قالها ملي انت بتجيبين المي على راسك وكل ما بتتنكي بتجيبيها بتحطيها بالطبشور على الحيط هان بتحطي علامه مشان يعطيها في اخر النهار حسب اجرها قال لا تنسيش يا عم حطي علامه يعني على الحمد لله كل الاحترام للاستاذ ابو بسيل وابو هشام بعدنا في بلده عين عليك قضاء رام الله خلي هالناس يتعرفوا وكزل انت وياهم والباب بفوت جمل من هان يا ابو هشام